بداية، ما هي توقعاتك لنتائج زيارة هذا الوفد إلى واشنطن؟ أولاً زيارة هذا الوفد وما يسبقه فيما يتعلق بإعفاء الديون، الديون واحدة من التركات الثقيلة التي تركها النظام البائد في السودان، وعشان الناس الحكومة الثورة الحكومة الانتقالية المنقلب عليها عشان ما تحصل لهذه النقطة تعب، عملت أولاً إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأنه ده كان العقبة الكؤود في كل ذلك. نمرة اثنين، إزالة اسم السودان من الدول المنتهكة للحريات الدينية، برضو ده تم في أحد. ثم من بعد ذلك جاء مؤتمر شركاء باريس تمت فيه مناقشة الديون، وحصل السودان فيه على منح بما يعادل 1.8 مليار دولار. وثم مؤتمر باريس الثاني في يونيو 21 حصل فيه على قرض من البنك الدولي بما يعادل 2 مليار دولار. السودان في 29 يونيو 21 وصل إلى نقطة القرار، ونقطة القرار هي الدول الهيبك، الدول المشغلة بالديون، وصل في ذلك. وكان المفروض في نهاية ديسمبر 21 تتم مناقشة الدول التي أبدت رغبتها في إعفاء الديون، منها دولة فرنسا، جمهورية فرنسا، ديون حوالي 5 مليار دولار إعفاء كامل، وبعض الدول الأخرى الديون المعفاة حوالي 23 مليار دولار في العام الأول. ولكن من 25 أكتوبر قضى على كل الآمال وعلى كل التركات على كل الجهود التي بذلت وعلى المعاناة التي عاناها المواطن من دفع إزالة التشوهات الاقتصادية، الاقتصاديين بيقولوا التشوهات، هو رفع الدعم الكامل عن المحروقات ورفع الدعم عن الوقود وعن الدقيق. لكن هذه كانت مطالبات البنك الدولي. نعم، هذه هي رشدة البنك الدولي، ولكن بعدها كان سيتم ضخ المنحة المقدرة ب 1.8 مليار للبنيات التحتية والمساعدة. نعم، أصحاب دعنا نتحدث عن هذا الوفد الذي سيغادر إلى واشنطن لمناقشة هذه المواضيع ومواضيع أخرى، لكن ما هي العقبات التي ستواجههم في برنامج إعفاء الديون نفسه؟ العقبات هي كانت واضحة ولا تحتاج إلى كثير عناء. يعني المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وضعت شروط واضحة، هي تكوين حكومة مدنية ذات مصداقية، هذا هو الشرط الوحيد الذي هل تحققت هذه الشروط؟ للأسف لم يتحقق هذا الشرط. لماذا لم يتحقق؟ لم يتحقق هذا الشرط لأنه لم يتم تكوين حكومة مدنية منذ 25. الآن هناك منادى بأن هناك حكومة مدنية ستقام، ستشكل هذه الحكومة بالتوافق، مجموعة التوافق الوطني رفعت هذا الشعار بشكل واضح بأنه سيتم تشكيل حكومة. هل هذه الشعارات وهذا المقترح سيجد حظه على أرض الواقع وسيكون معين لهذا الوفد في الولايات المتحدة؟ هذا المقترح ظل تردده مجموعة التوافق الوطني منذ 25 من أكتوبر الماضي بأنها تريد تكوين حكومة، ولكن ذلك لم يتم لأن المجتمع الدولي والدول المبادرة الرباعية تتحدث عن حكومة مدنية تشمل غالبية القوى السياسية المؤثرة في الساحة السياسية.